العزف على آلة عربية أصيلة وأبدع فيها، آلة مغلة في القدم مثل ما هي مغلة في المقامات، هي آلة العود، وهو العازف والملحن المغربي ناصر هواري. شاب عنده واحد الذوق فني رفيع، عنده واحد التمكن من الآلة ديال العزف بواحد الطريقة رائعة، وهو مجتهد لأنه كيآمن على أن العود هو أداة لتطهير الروح والرقي الإنساني. تيعجبني عنده واحد لاطوش في العود، تبارك الله عليه، تيعجبني انايا نسمع عليه بزاف. سي ناصر ويفتخر به في المغرب كعازف عود، كمدرسه ديال العود في المغرب. ناصر هواري زاوج بين مهنه الصيدلية وموهبه العزف على العود، موهبه صقلها بالتكوين الاكاديمي وفتحت له المجال للمشاركة في حفلات دولية ووطنية عدة، آخرها هذا الحفل من تنظيم جمعية الثقافة دار الوان. من الموسيقى الطربية إلى الفن التشكيلي بصيغة نون النسوة، ومعرض تحتضنه أو يحتضنه رواق كليلة ودمنا بالعاصمة الرباط. المعرض هو للفنانة التشكيلي.